عايز تعرف سر انفصاله ام خالد عن جوزها، احنا هنقوله. في الاول خلينا متفقين ان مفيش بيت في مصر ما يعرفش خالد وام خالد وقصه الحب اللي دمها خفيف ما بين ام وابنها، ولنا اسره كامله من ظروف صعبه لعيشه احسن وحياه مرفهه. ادي له ادي. ام خالد واللي اسمها في الحقيقه دعاء جابر، هي ام مصريه بسيطه من اسكندريه، كانت بتعمل محتوى عباره عن مواقف مضحكه ما بينها وما بين ابنها، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيتكلم ازاي، يا خلاصي. وفي يوم وليله حياتهم اتبدلت ونقلوا في شقه احسن وعيشه افضل، ودخل خالد مدارس انجليزي وبيقول ابل بدل ابل. طبعا في ناس كتيره من متابعينها كانوا بيسالوا الست دي جوزها فين، لغايه ما ظهر محمد ابو خالد وريان وبقت فيديوهاتهم الرومانسيه والخروجات ما بينه وما بينه ام خالد ترند زيها زي فيديوهات ابنها بالظبط، وكانت بتبين دايما قد ايه العلاقه ما بينهم جميله وبسيطه، لغايه ما طلعتهم عزم انفصال البلوجرز وانضموا لقائمه اسامي مشاهير كتير اتطلقوا مؤخرا واعلنوا انفصالهم فجاه. ام خالد لغايه دلوقتي مش عايزه تقول سبب الانفصال، بس قالت انها بتدور على بيت جديد عشان تنقل فيه هي واولادها، وانها هتبدا صفحه جديده في حياتها ومش عايزه حد يتدخل في اسرار بيتها اللي عمرها ما اتكلمت فيها. اهل الشر في القصه دي هم الناس الحشريه والناس الشمتانين لمجرد بس ان هم شايفينها بقت في مستوى احسن ومتصرفين فيها رزق ربنا، والناس المصممين يعرفوا ايه سبب الانفصال واللي بيقولوا كمان ام خالد بتعمل كل ده عشان الترند. وزي ما ام خالد بتقول ان هي اصلا مش محتاجه ترند، وبصراحه عندها حق، اقل فيديو ليها في ثواني بيجيب ملايين. اهل الشر دول موجودين حوالينا في كل مكان وبيركزوا في حياه كل واحد اكتر ما بيركزوا في حياتهم هم شخصيا. طبعا انت قاعد مستني نقول لك ايه سبب انفصال ام خالد اللي هي ذات نفسها مش عايزه تقوله. ترند ايه وزفت ايه اللي هيكون في خراب بيوت، في خراب بيوت، تمام؟ انا خلاص بيتي اتخرب. فلو كنت فاكر ان احنا نتدخل في حياتها ونقول لك ايه سبب الانفصال يبقى انت غلطان، ده مش دورنا ولا دور اي حد ولا يهم اي حد. تخيل كم السلام النفسي اللي الانسان هيعيش فيه لو ما شغلش باله بالناس، دي نعمه فعلا من اعظم النعم. واستنونا في حلقه جديده من اهل الشر. ايوه.